السؤال التالي أحبتي في الله، سائل حبيب يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول: أنا بصدد إجراء عملية جراحية، لا يبذل لي عضو من الأعضاء الذي أحتاجه في عملية جراحية إلا بمقابل من المال، فهل يجوز لي أن أبذل مالا من أجل الحصول على ما أحتاجه من عضو أرمم به حالتي الصحية وأنقذ به حياتي وأستعيد به عافيتي؟ سؤال مهم. الجواب عن هذا أن الأصل في الأعضاء البشرية العصبة، وأنها أموال محترمة لا يجوز أن تكون محلا لمساومة أو لبيع أو شراء، لكن يمكن التبرع بها إنقاذا لأنفس معصومة. وقد قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن أحبتي في الله، إذا تعذر الحصول عليها بغير عوض مقابل، وأصبح المريض صاحب الضرورة، لا يجد من يتبرع له، لا يجد من يقدمها له بلا مقابل، فيرخص له في هذه الحالة في أن يحصل عليها بعوض، ببذل مال، لأن من العقود ما يكون حراما من جانبين، ومنها ما يكون حلالا من جانبين، ومنها ما يكون حراما من جانب ورخصة من الجانب الآخر. كما يبذل المال في فداء الأسرى من الكفرة أو الظلمة، وكما تبذل الرشوة في دفع المظالم الفادحة، فهذا من جنس ذاك. لكن نصيحتنا للمريض المتضرر أن يجعل بذله للمال على سبيل الهبة أو التبرع، وليس على سبيل المعاوضة وبذل ثمن، لأن هذا يخرج الطرف الآخر من الحرج. ليس المقصود أن نسلم ويأثمون، بل أن نسلم ويسلمون. فإذا كان هناك سبيل أن نسلم ويسلمون، فهذا أرضى لله سبحانه وتعالى من أن نحرص على أن نسلم وحدنا ويأثم غيرنا. هذه خلاصة القول في هذه القضية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.